اروح للاخبار بسرعه معاكم، يمكن اخبار مهمه دايما زي ما تعودنا. اخبارنا بتبقى في الاول مع كره اليد. ليه كره اليد؟ كاس العالم في يناير، الدنيا بتقرب وعندنا كذا خبر لكره اليد النهارده معانا. عندنا 9 لاعبين تم استدعائهم لمنتخب الشروق، منتخب مصر لكره اليد اللي بيعسكر في مدينه الشروق. مين اللي راح؟ اللي راح عبد الرحيم حميد، عبد الرحمن حميد، اسلام حسن، ابراهيم المصري، احمد عادل، محسن رمضان، احمد هشام سيسه، عبد الرحمن فيصل، والوافد الجديد عمر سالم. 9 لاعبين انضموا لمنتخب مصر المعسكر في مدينه الشروق. هيقعد معسكر لغايه امتى؟ لغايه الاسبوع الاول من شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله. وبطوله كاس العالم امتى؟ من 13 ل 31 يناير اللي جاي. يلا يا ابطال شد حيلكم، الدنيا بتقرب، كل مصر وراكم ان شاء الله، يعني شعبا وقياده وراكم، لان الحقيقه انتوا بتمثلوا مصر في بطوله مهمه هيتابعها العالم كله.